رئيس برلمان مجموعة دول الأنداز هوغو كيروز فاييخو جدد خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل نهائي لنزاع الصحراء تحت السيادة المغربية. برلمان دول الأنديز يلتزم بدعم الجهود الجادة والحثيثة التي يبذلها المغرب في سبيل تغليب منطق الحوار والبحث عن الحلول السلمية للنزاعات، وأثمن بهذه المناسبة مبادرة تشكيل منتدى برلماني إفريقي أمريكي لاتيني باعتباره فضاء جديرا بإسماع صوت شعوب القارتين بخصوص الرهانات والتحديات المشتركة سواء على المستوى الإقليمي والجهوي أو على مستوى كل القضايا الدولية. علاقات التعاون بين مؤسستين تشريعيتين جيدة للغاية لما لها من دور هام في خدمة مصالح شعوب المنطقتين. نأمل بشدة ترجمة صدق الإرادة السياسية المشتركة إلى برامج عمل ملموسة من أجل تبادل التجارب والخبرات وتوطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين الجانبين. أود أيضا أن أؤكد دعم مكونات البرلمان الأنديني لمساعي المغرب الجادة من أجل إيجاد حل نهائي سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لا سيما بعد زيارتي للأقاليم الجنوبية في يوليوز الماضي واطلاعي عن كثب على حقيقة الوضع بالمنطقة وعلى الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تنمية هذه الأقاليم. وأكد السيد بن شماش من جانبه أن هذه الزيارة تجسد قوة ومتانة العلاقات القائمة بين مجلس المستشارين وبرلمان دول الأنديز، مذكرا بالأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنويع شراكاتها الدولية في إطار علاقات التعاون جنوب-جنوب. جددنا التعبير مع السيد الرئيس المحترم على أنه بناء على الرصيد القوي من القيم المشتركة التي تجمعنا، ولأننا أيضا نتقاسم مع شعوب منطقة أمريكا اللاتينية ودول البرلمان الأنديني نفس الطموحات ونفس التطلعات ونواجه كذلك نفس التحديات العابرة للحدود، فقد اتفقنا على إطلاق برامج عمل ومشاريع عمل مشترك في مجالات مختلفة، وخصوصا من أجل إنجاح المبادرة اللي اشتغلنا عليها هذه الآن 3 سنوات، مبادرة تأسيس منتدى برلماني يجمع برلمانات دول القارة الأفريقية وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية من أجل إسماع صوت شعوبنا والترافع على قضاياها. إلى ذلك، فقد وقع البرلمان المغربي في شهر يوليوز الماضي اتفاقية الانضمام كعضو ملاحظ دائم لدى البرلمان الأنديني، حيث تم تمتيع البرلمان المغربي بمقتضى هذه الاتفاقية التي وقعها طرفاً بمقر مجلس المستشارين بصفة شريك متقدم، ليكون بذلك أول بلد إفريقي ومغاربي وعربي يتبوأ هذه المكانة في برلمان يضم كل من دول الشيلي وكولومبيا والبيرو والإكوادور وبوليفيا، بالإضافة إلى الأرجنتين التي توجد بصدد الانضمام النهائي لهذا التكتل البرلماني الإقليمي الهام.